تزكية حسن الخلق خليها رقم 4. فربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتنا القرآن ويزكيهم. الله. فقال حسن الخلق قبل تلاوة الآيات، لأن من غير ما ليه الناس اللي بيقول عليهم المقطرين جايبينهم دول في وجوه الناس؟ شايف كل الناس. في واحد كان ماشي مع جماعة معينة وربنا تاب عليه الحمد لله، فيقول لك أنا كنت أدخل المسجد أشعر أن أنا أحسن من الناس دي كلها. سلم يا رب. داخل المسجد، داخل المسجد بيقول هو من نفسه. كنت كان يشحنون لدرجة أن يقول لك أنتم فقط اللي على الكتاب والسنة، أما كل الناس دول أهل بدعة. فتخيل ينظر نظرة كبر للناس يا أخي، كبر اللي حولك. طب دي كبيرة من الكبائر، ده تحبط العمل. الله أكبر. فهذه مصيبة. نعم. فالتطهير النفس وحسن الخلق ده من إيه؟ من مهام دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مهام 4، فمن ضمنها التزكية، حسن الخلق. نعم. طيب تعال لحسن الخلق كيف يأتي؟ يأتي أولا بأن أعرض نفسي، يعني كيف أحسن خلق؟ نفرض أن أنا رجل شرس الطباع. نعم. رجل عندي من الغرور ما أنا مقتنع بنفسي زيادة شوي، كيف أهذب من أخلاقي؟ يعني إيه العلاج؟ أعرض نفسي على كتاب الله. نعم. ما مدحه كتاب الله أتخلق به، وما ذمه كتاب الله أتوب وأبتعد، أتخلى عنه. تمام. نعم. أعرض نفسي على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، اللي شكر فيه الحبيب. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنهم أخلاقا؟ الموطؤون أكنافه الذين يألفون ولهون. أتخلق. يكره الله كل جعذري جواظ. كل جعذري جواظ، يعني كل إنسان واضحة يا واضح يا واضح عشان يعني يكره يعني يكره. فالجعذري الجواظ اللي هو الإنسان سيء الملكة، سيء الخلق، مرتفع الصوت، سيء التعامل، وذلك الناس تخاف منه، حتى اللفظ نفسه من فم رسول الله في صحيح مسلم صعب. جعذري جواظ، يعني لما تقعد معاه انت مرعوب منه، يعني ايه، بتتحاشاه، تكرمه لسوء خلقه. لا، فليس هذا من حسن الخلق.